وتهي مجال هذا قندلا جبل كا بري الصومالية وعندما ذبنت الآن أي ذبوا خمسة دين ساكتو وأي كلو ريجين كوهاش شكت داعش للصومالية وتنقل لماتك بشي أكتوبر هيستي مجال هذا سي يا سيدا أي شيئين عندما ذبنت الآن واحدة قاره أي صندعين مجال هذا جوده هذا مركي أي سوق ليين هذا بس تفاصيل أرمها سوقها لنا أيان مرلو مرد ويتوحن تلفون ككوه لي استوى مجال هذا قندلة شو قدميها قبل كا بري نذو عبد الله هذا ما عشان كاي نانت مجال هذا الله بديو أفر يطلعون في هو أيه كأنت سوق شيء واحد أنا أقول معه من إيمان مش أحد يروضه أم صار مكانه وحدا كم عارك فاهم هاللي يلك عاري أي شيء تجاه وقاري على هالشيء أنا إلى هذا مرة بمرة هذه قاري يربوها وتوسع يسيرة ويدفع كل بجيران قاري أسباب رجلي أو قلت كله بيت أيام صور مرة إلى له إلى عشان كده شهورة إلى ما أنت هم قلت عشان كل شيء مرة بدن بار معي على وعلى إشكال الله ومعي عن نكوك ورني ومعي ذيال بعن وكل عين دمانت إنه واقع عشرة يعني أدنى إلهي ما جو حلم قط في إيران له ولدي أفريتون ده جو عالم قندلة سوق الله ما لها كده قالن تيارو كم حسن قندلة واحد وعوي ما لا إلى هذا هاي عفوا عشان حكى بسرة في الكبور ينوي بينوي ما قوام كده قالني دوري ما واقع تعو أنا شد أنا والبلد اللي ينادي نفاذ والمستشار وأنا كلو كده قالني عفوا عشان وأنا كده قالني وعوي سجاد ما سجاد من بعد كده سجالنا ودعوة وأنا كلو كده قالني والله ما لا إلى هذا ومرة شد حتى كده بنتي مرنا معه هذي دورة ثلاثة وعشرة كذي ما تيجي وعاد ماشي بيش يقولون يذكرين كان الشركة لبعض معه هذي بعض صوام جري بيش كه كذا يقول لك إذا شلوا صوتهم كذا دعوة عقادنا معه هذي وشلوا صوتهم كذا دعوة عقيدة قالوا وأفر وفيبوك من كرب جلام يمين هاي لطف هاي جلسي وعقوق معه هذي روس دعوة على ذي وشيء عدنوس أنا مك هذا ميلا بدن بيجوعان وكده قال لي يعني لأن قندلة خيرية ما هين لول بالارم بس يكتب هذا. وقول بالارم بيكتب قال لي معيك وبرة ليا وصه هذا وعيد كم عايز يحلمنا ما عايز كعيان والله جاي على مثلاً ليش هو عايز حرمته هو عايز سبحان الله لا هي مخرج سؤال بعد كتير هاي شرقة لا عايز كوي تبان كمان ليش هالجاري يجو ما عايز يمين وحول بقية لينوي ديارسن قرب بدن وأكل عجول وشفت قايل سدح له العيان هاي وتن ومعايان عفته لهيني سدح له عاوق عن تيلي كسوين نماكو مركا إمن كمقالدي واكب حين باتري قندلا إذن كحكومة إذا مدي بنت الآن إيه أضاء قدومية قبل كباري أو إيه يجي مركا حقيا أذين هدا تري ملاح سنو أخوض دقال أنه وكاس كان بوراي ما عندنا بوراي كب حين إذا ما كان يا جراء ومعاي دي مكرم من قوبيه ومكسوة تقالني إذا ما هو حلقة يا باينا شعادات وإنسلان ميرا معاينو حتى أنا بحاجة كشيجين بين جوبان مركا وعوي عوصود وعن رمائنا مصوع في جره وقندلا مركي تبكي كفحي وعالقف مجوبين دمان تيجا ندي نتفي ومن معاي دي ويكسارين ومن عدوه ومعاي دي قفنا عن المحين ما أنو عاركين تولك كلية وقفوا لي هدف من سنة سرقاء يوم هاي شعر الجواي ما قفلت تولين بدل أن صامر ما هاي ما مشوغان لا بدل أن بي ما هاي أن أبن هاي وحتى يسوق وصل دعوة هذي هي يروح عن قبل هذا خسر المقام وقال هذي لا يراه ما حد ورك هاي سان مرك يجو أنت يهين يحق هذا يو هم كذا يو تاكت هذا يتبرت هذا بقى والله إذا عبد الميرو لا بدل أن بي إذا كان يستعمالان مركي كل دقيقة دقيقة الأسبوعية هو إنتاج كتير وحاد وقلنا هلا شو كده تجرب لهم بيلين ميلوين ما هي فرحية طبعا أدم محسن هي يوسف محمد وعيس قدوميها قبل كبري الصومالية وهو جمل إياها وقلدي بنت الآن أي ذي بقوق في سطحي مانتي مجال هذا قندرة ورك أسبوع الصور في أي كثير نيسي كوحدة شيقته داعشته الصومالية